جزين أحلى منطقة سياحية بلبنان، فيك تقضي فيها أسبوع من دون ما تروحي لأي محل تاني. هوا نضيف، كورونا الحمد لله ما عنا، أسعارنا كتير منيحة، نظافة، بلد نظيفة، بلد مسقفة. في حدا ربنا كان حاطط إيده على المنطقة إنه ما يكون فيها إصابات؟ مين منا ما بيأكد وبيجزم إنه أحلى طبيعة بمنطقة جزين، وأطيب لقمة عنا، وبحسن الضيافة مشهورين. ولكن لحظة، إذا عنا كل هول، وين ضجة الموسيقى وضحكة الولاد وطرطقة الصحون ودخنة الأرجيلة؟ نحنا بأزمة. أول شيء السياحة بدها خطة، بدها خطة سياحية. مش كل مين قال نحن ما نعمل السياحة يعني مقدر نعمل السياحة. بتبلش من المطار لأصغر مطعم أو أصغر سناك، هيدي الخطة السياحية. ونحن يمكن ما عندناش اياها بلبنان، بنفتقدها. الأزمة مقسومة لشقين، فما بين ارتفاع الأسعار واختفاء السلع وجشع التجار، تفاقم الوضع سوءا مع تفشي كورونا، واللي كان البعض يعتبره شم هوا وطق حنك بطل من الكماليات مع ازدياد الأزمة النفسية. أهلا وسهلا فيكم مدام شيرين، منشكر دايما لفتك الكريمة على جزين وعلى قضاء جزين، لأنه بالنهاية نحن كلنا حال واحد، وعم بتكوني سباقة بتوصيل الصوت لكل حدا بيشوف هالسايت تبع جزين تحكي يلي منحترمه ومنقدره. أول شيء إذا بدنا نبلش بالأزمة الاقتصادية يلي بلشت ما قبل الثورة، هلأ كلهم عم بكبوا تبعات الأزمة الاقتصادية على الثورة وعلى الثوار وعلى هيدا. لا، نحن كنا مبلشين ننحدر من قبل الثورة. أكيد ما كان في سرعة بالانحدار، بس كان في انحدار وكنا واصلين للي واصلين له، بس يمكن شوي كنا أخذنا وقت أطول لو ما يصير اللي صار ب 17 تشرين. بس برضو كنا بنفس الوقت واصلين لأزمة، لأنه دولار ما فيه، تهريب الدولار بعده موجود، تهريب السلع بعده موجود، كل هالأمور هيدي عم بتأدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية فينا نقسمها لشقين، ما قبل كورونا وما بعد كورونا. ما قبل كورونا صار عنا انحدار كتير قوي بالأسواق، صار عنا شح بالعملة الصعبة، مما أدى لارتفاع بشكل نوعا ما بحدود 30-35% ما قبل كورونا. شغلة انعكست سلبا على الأسواق، عملت بلبلة بالأسواق، عملت ركود، وخاصة بالقطاع السياحي والمطعمي بشكل خاص. القطاع المطاعم اليوم أول قطاع بيتأثر بالأزمات شو مكاننا على الأزمة. يعني القدرة الشرائية عند المواطن بتأثر كتير كتير كتير، لأنه هيدا شيء كماليات اسمه، يعني مثل ما بيقولوله على اللبناني شم هوا. شم الهوا بيستعمله المواطن بالمصاري اللي بتفضل عن الأساسيات تبعوله. الشغلة الثانية هي ارتفاع الأسعار الجنوني إذا بدك، واختفاء عدة أنواع من السلع من السوق. هيدي أكيد كمان تفاقمت أكتر وأكتر من بعد كورونا، بلشت تنفقد سلع، بلش جنون سعر الصرف تبع العملات الأجنبية إن كان دولار ولا يورو. هيدا الشيء انعكس كتير بشكل سلبي على السلع الموجودة. هلأ عم نسمع في سلة غذائية وفي دعم، وفي دعم للسياحة، وفي دولار سياحي، بعد لحد هلأ كله حبر على ورق وحكي. نحنا منروح لنشتري شوية الحمص، منقول لهم في حمص مدعوم، بيقولوا لنا روح اشتروا من وزارة الاقتصاد، ما في حمص مدعوم. عم نشتري كيلو شوية للحمص 25 كيلو ب 160 ألف ليرة، يعني أكتر من 6000 ليرة كيلو الحمص. عم نشتري كيلو الطحينة بما يقارب 28 ألف ليرة، بين 25 ل 28 ألف ليرة. هيدا كنا نشتري ب 8000 وب 7500، كيلو الحمص كنا نشتري ب 1750 وب 2000 ليرة. هيدا الشيء أكيد بينعكس سلبا، بعد ما حكينا بالمعاشات الموظفين، ما حكينا بالكهرباء، بالموتور، اشتراك المولد أو الموتور الخاص لبعض المؤسسات، ما حكينا بالضمان، ما حكينا بالإنشورنس، ما حكينا
بكل هالاشياء يلي تتوجب على المؤسسات السياحيه. القطاع السياحي هيدا اول نقطه. نحن هلا موسم صيف، اكثر شيء تاثرنا بهذا الموضوع بلس يلي هي زياده واثرت اكثر واكثر واكثر هي الغلاء المعيشه. الاسعار صارت حتى منا محموله مش بس على المواطن العادي، حتى على الراسماليه، الاشخاص يلي مرتاحين كانوا ماديا، خوف انه هن بقى يستثمروا، الخوف انه نحن لوين رايحين، السؤال الكبير نحن لوين رايحين. ايه هيدا الشيء خلي كل الناس تعمل فريم، اللي معه مصاري نضايقت واللي ما معه مصاري حتى نضايقت، لانه كانت ازمه، صارت ازمه على كل العالم. نحن عنا هون كتير بسيط، يعني امبارح نحن بعدنا عم نعمل ايفالويشن على الاسعار، شو كنا نحن نشتري، شو كنا نحن نبيع. هلا كلنا بنعرف انه صارت مش فوا دو فوا كاتر. يعني اليوم مثلا كيلو اللحمه العجل بجزين 50,000 ليرة، بدك تقولي لي بغير محلات فيه ب30,000 ليرة. شوفوا تقارير وزاره السياحه عن غير محلات، باردون وزاره الاقتصاد ووزاره الصحه بهاليومين عن الدجاج واللحمه الموجوده بعدة مطارح. نحن للحقيقة مضطرين انه الاصناف يلي منشتريها تكون معروفة المصدر من وين، لحتى نطمن بالنا مثل ما منطعمي ولادنا نطعمي ولاد الناس. هيدي نقطة. النقطة الثانية السلع المدعومة. انا ما بكذب عليك، شغلة واحدة قدرت استلمها على المدعوم هي شويل سكر من كل شيء وشويل طحين من كل شيء نحكى ب300 ايتم يلي مدعومين. اللي بتطلعهم الصمرة بالمثل اللبناني بتحطهم بودرة وحمرة، يلي بنشتغلهم كل جمعة بندفعهم آخر الجمعة ومنعلق له. هيدا إذا كفوا مرجعنا. وكمان تعرفوا في حصار الأموال بالبنوك، يلي عنده شوية احتياطي كان حطتهم ليستعملهم بالأزمة، يا أما إذا كانوا دولار أول شيء بلشوا يقلبوا له إياهم على 1005 ليغطوا له تشيكاته، وبعدين صاروا على 3000، على 3800، يلي بيأدي إنه يخسر نصف قدرته الشرائية بالنسبة لدولار اليوم. السلطة المحلية منا كافية، وزارة السياحة وين؟ ما بعرف، مش عم بعرف مين مسؤول عن السياحة. بعرف الرئيس خليلي بيطلع على التلفزيون بيحكي عن جزين السياحة، بس ما بعرف مين عم ينفذ على الأرض. حكي على التلفزيون يا رئيس خليل ما بكف، بدك تقعد مع ناس عندها خبرة سياحية. هلأ بالنسبة لوزارة السياحة بدك تقولي لي شو مطالبنا منها؟ انه مثل اللي عم بيضحك على حاله اذا طلبنا. نحن عارفين انه الدولة كلها ما فيها مصاري، شو بدنا نطلب؟ اي نوع من الدعم بدنا نطلب؟ اعفاءات معينة؟ بعده كل شيء بيجي هو كأنه شيئا لم يكن. مثلا بسبب ازمة كورونا اضيف مصاريف اضافية على كاهل المؤسسات السياحية يلي هي التعقيم والكمامات. نحن مثلا بالمطابخ اغلب المؤسسات السياحيه بتستعمل الكمامه، بتستعمل الكفوف، وبتستعمل الاشياء الميكروبكس والاشياء للتعقيم وللتنظيف اكيد. بس اليوم صار عندك بدك تعطي تعقيم للمستهلك يلي فايت للزبون، اضافه له شباب الصاله بدهم يغيروا كمامات، بتعرف الكمامه كل 3 ساعات بدها تتغير، بدهم يغيروا كفوف كل ما عملوا سيرفيس، بدهم يعقموا الطاوله، الشرشف اكيد رح يتغير ورح ينغلى ورح يتغسل، وبده يتعقم المحل. نحن كل شهر منعقمه أكيد مع الشركات المختصة، مش عم نحكي عن حالنا ونعمل أي، أغلب المطاعم بتعمل هذا الشيء. هذه شغلة زادت على كاهل المؤسسات السياحية أعباء إضافية ما لا يقل عن 150,000 لـ200,000 ليرة كل يوم. هاي القصة عم بتكلفنا كلور يعني، بس أنت ما تغير الماي مضطرة تحط كلور والأدوية تبعها الأدوية الكيماوية لحتى، وهذه سعرها غالي كتير اليوم، كله ما بياخذ منك الا بالدولار يعني، او بده يقرشك على 10,000. بالنسبه لدعم المؤسسات بجزين بصير عن طريق اول شيء الافراد. نحن لازم نشتري بضاعتنا من جزين، انا بشتري كل بضاعتي من جزين، من بندوره، من خيار، من بقدونس، ما هيدا كله بلدي، ما هيدا كله بخلي الزبون يجي لعندك على جزين، ما هيدا بيعرف حاله شو عم ياكل على القليل. تاني شيء انت هون عم تدعم المؤسسة الصغيرة، المؤسسة اللي بحاجة لإلك، بدون هيدي ما بيعمل لها شيء الإعلام على التلفزيونات، هيدي بدك انت تدعميها، انت شخصيا تنزلي عجزين تشتري غراضك حتى لو كانوا أغلب 50,000، بين فرق بين جزين وما بعرف غير جزين يعني، مع احترامي لكل المنطقة.
حتى لو كانوا أغلب 50,000. لا نحن بنشتري من جزين. بالنسبة للرعاية، الرعاية السياحية بمنطقة جزين أنا بلاقيها معدومة. رعاية سياحية من حدا مش موجودة، منا موجودة. جزين كانت تستقبل بالجمعة فوق 15,000 إلى 20,000 شخص بمطاعمه وأوتيلاته والمراكز السياحية تبعها. اليوم ما بيوصلوا للألف. المشكلة ما بتوقف بس على صحن حمص وشيش لحمة، فوين الأعراس والعمادات؟ وين شهر العسل بالمنتجعات والبنغالوز؟ وين اللعب بالمي والسباحة؟ فكله هيدا كمان أثر علينا. بالمناسبات خفت كتير عمادات أو الألبانات، كانت كل الناس ما تفكر تعمل ببيتها، هلأ لا بحط بيفاه صغير كتير ببيتي جاتو أهلي وأهله ونقطع السطر، يمكن البيفاه عم يكلف قد ما كان يكلف بالمطعم قبل. فهيدا الشيء كله منع الناس انه تظهر على البيسينات. ورغم كل السواد والمطاعم اللي سكرت واللي عم تفكر تسكر، بيبقى في شباب بيواجهوا الصعوبات تيخلقوا امل ويرفضوا اليأس. نحن قبل الازمه قبل الكورونا كان عباره عن مطعم هون الطابق الارضي، سناك ساندويتشز ستيك سلاد وهيك. عندنا الطابق الثاني هو نايت كلوب كمان بالمنطقة، صار له زمان من 82. من بداية الثورة تغير الوضع كتير بمنطقة جزين، خاصة عم بحكي على صعيد المطاعم والمنطقة كلها سوا. سكرنا من 5 أشهر وبعدنا لليوم سكرين ما فتحنا، الوضع ما بيسمح نفتح أصلا. كل الأسعار كل يوم سعر شيء، تغيرات تغيرت كل شيء، كورونا أثرت على العالم، صار في قلة ثقة بالمطاعم وأسعار أي أسمان سعر ما فينا نعرف، كل يوم البرودوي سعر شيء. كرمال هيك قررنا نغير الكونسبت تبع المطعم تنروح على غير نوع مفقود بالمنطقة، بلكي منجيب عالم. فغيرنا من ستيك أو سلاد أو ساندوتشز اللي كنا معروفين فيه، صارنا فترة 2.5 سنين، قلبنا المطعم على مطعم سمك، أكل عربي مع سمك كمان مفقود بالمنطقة، هو منطقة جزين. ناطرين الفرج، ناطرين يتغير شوي الأسعار لنصير يصير في ستابريتي بالبرودويات، لأنه كل يوم سعر شيء ما فينا نسعر، وناطرين الله يبعث الخير مثل بقوله وتهدى الأوضاع. الشقة الثانية منقول انه في حال فتحنا مين بعد بيستاجي يروح على المطاعم، في خوف كتير من كورونا من العدوى من كل هول، صار في قلة ثقة بهذا الدومين وبالاخص بمنطقة جزين. يعني اذا نطلع برات منطقة جزين بالمناطق المجاورة بعض الحياة الطبيعية عم بتصير، من نايتات من سهرات من مطاعم كله شغال طبيعي، منطقة جزين مفقودة، بتحس ما في عالم او ما حدا عم بيزورها، شو السبب ما حدا منعرف. انا رح ضوي على نحن قد عم نستغل بعضنا التجار. الريت تبع الدولار 3900، سوق سوداء يلي هي 8000 9000 10000 علامة استفهام كبيرة لوين بدها تصير. أنا بدي روح أصرف دولار كمؤسسة بقلب الصرافين بقول لي لا، حتى روح عند حدا ببيته عم يستغل هيدا الشيء بالدولار. أكيد هون وزارة الاقتصاد منحملها كتير مسؤولية بهذا الموضوع، ما في عنا للأسف حماية مستهلك، مننقل من تاجر لتاجر لتاجر، كل واحد عم يسعر مثل ما بده، حيلا غرض عند شخص ب10,000، عند شخص تاني 15,000، عند شخص تالت 20,000. بس يعني إلى أين، لوين رايحين، لوين بدنا نوصل، نحن لوين بدنا نوصل بعضنا، ليش نحن بس الأشخاص بدها تستغل بعضنا؟ للأسف بطل موجود عنا ضمير حتى بيننا وبين بعضنا، بطل عنا إنسانية نفكر ببعضنا. قد ما فينا، أنا بحكي عن مطعمي، قد ما فيي جربت راعي كتير الظروف ويخلي البروفيت تبعولي كتير ضئيل، بس كرمال نسمح للعالم يمكن تظهر، لأنه بعرف إنه الوضع النفسي للعالم كتير سيء. نحن هلأ بعز دين الصيف على الظهريات قاعدين بالمطعم، بأيام العادية أقل شيء كان يكون مفول المطعم، للأسف مع وضعنا أنتوا عم تصوروا عم تشوفوا إنه 0%. أنا بقول الله يساعد العالم، ويمكن معش عنا غير ربنا أنه هو يقدر ينجينا من هيدي الأزمة، ليمكن ينور شوي عقول المسؤولين، المسؤولين يحسوا فينا، التجار يشبعوا شوي من أخذ المصاري هالقد. بالنسبة كمان للتعاطي ما بين التاجر والمؤسسات السياحية، ما بلوم كتير التجار، بس أنه كمان بيطلع الدولار ل10,000 بتتسعر السلعة، بينزل الدولار ل8,000 بتضل على سعر ال10,000. هيدي عم نعالجها مع التجار وعم نحكي معهم. بس كمان اليوم بيجوا الناس بيقولوا لك هيدا جشع. لا منه جشع. إذا بدنا نقول كيسة شيبس، كيسة شيبس مزبوط البطاطا اللي بقلبه زراعة لبنانية، بس الزيت مستورد يلي بينقلها فيه، الزيت منه مدعوم لحد هلا، الكيس منه مدعوم. يعني اليوم الكيس صار مضروب ضرب 5، يعني كانت كلفة الكيس
0.12 سنس ما يعادل 200-220 ليرة. هلأ 0.12 سنس صارت بتعادل 1000 ليرة. هلأ التجار أكيد يعني ما بدي بريهم، البعض منهم بيتحمل شوية مسؤولية بس بده يحافظ على ستوك اللي عنده. خي في مؤسسات سياحية كبيرة بجزين ما تدمروها ما تدمروها ما تدمروها، حرام عليكم. نحن شايفين حالنا بهالبلد ومن هون مش فالين، منا فالين منا فالين منا فالين. اللي مفكر غير هيك يطمن باله انه نحن باقيين وطويل العمر اللي بهدي ان شاء الله انه بيقدروا يهدوا. وانا بقول لك انه بالنسبه للاسعار، اسعار بعدها كثير مدروسه بالمنطقه. السائح يلي بيجي من برا او اللبناني المغترب يلي اجى صار لازم يلاقي فرق كثير كبير بالاسعار عن قبل، بس اتكلنا انه تقوى الحركه لحتى هالفرق يلي حطيناه بالمواد الاساسيه، المواد اللي بنشتريها يعني الرو ماتيريال، يتعوض بحجم الحركة يلي هي لحد هلأ ما دون النص. وأنا بالنهاية بدي أتشكرك مدام شيرين، وبدي أنك أنت عم تضوي على هالنقطة المهمة كتير، كنت ناطر حدا غيرك كمان يقدر يضوي عليها بس أنت على طول السباقة. وأنا بشد عايدك وأنه تدلي متابعة لمنطقة جزين، هيدا أكيد من محبتك لجزين ولمنطقة جزين، وانت محيي اصلك. لو قد ما تصعب الامور وتشتد المحن، تغيير الجو ضروري تنواجه الحياة بضحكة وتفاؤل، لان بكرة اكيد احلى خصوصا بمنطقة جزين.